بداية، أكد والي ولاية طهران خلال الزيارة التفقدية التي قادته لعدد من المشاريع أنه قبل شهر رمضان سيتم توزيع سكنات اجتماعية معتبرة، كما سيتم الرفع من وتيرة إنجاز مؤسسات تربوية. التغطية لكريم صواق. عندنا يعني مشروع 1300 سكن على مستوى ارزيو. هذا المشروع هذا يعني منتهي الاشغال به، مازال بعض اشغال التهيئه ستنتهي في على اكثر تقدير في خلال فتره تاع شهر او اقل. واعطينا تعليمات كذلك السيد رئيس الدائره ورئيس البلديه كذلك من اجل التسريع في عمليه التوزيع، وان شاء الله يعني نعمل من اجل يعني اعطاء السكنات الى مستحقها قبل شهر رمضان. فيه ثانويه بالفعل الاشغال متوقفه، يعني كاين فيه مقاول، هذا المقاول هذا يعني لم يوفي بالتعهدات نتاعو. ديوان الترقيه والتسير العقاري اتخذ الاجراءات وقام بفسخ الصفقه على عاتق المقاول، واليوم راه يعني فيه دفتر شروط ويعني اعلان على مناقصه، ونظن باللي باش يعني في خلال ايام سيتم فتح الاضرفه وسيتم تعيين مقاول ثاني من اجل الانتهاء من الاشغال. من جهة أخرى، كشف والي ولاية طهران عن تخصيص مبلغ 45 مليار لتوسعة ميناء أرزيو والرفع من طاقة استيعاب الحاويات. كريم صواق ثانية. قمنا بزيارة ميناء أرزيو اللي راه يعرف توسعة في الأيام القليلة القادمة، وتم يعني تعيين المقاولة وهو مجمع شركات يعني جزائرية صينية بين كونسيدار وشركة صينية، والاشغال بالفعل انطلقت. هذه التوسعه بقيمه ماليه يعني تفوق 45 مليار دينار جزائري، اقول 45 مليار دينار جزائري، يعني مبلغ كبير وكبير جدا. التوسعه هذه رايحه يعني تغير جمله وتفصيلها يعني ميناء أرزيو، وكذلك ستغير كذلك من مدينه أرزيو في عدتها. مشروع واعد بالنسبه للمنطقه، مشروع جد طموح، يعني راح يقدم خدمات جليله.